أهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 19 من دورة تعلم برنامج الرفد المعماري 2024. في هذا الفيديو عايزين نتعلم إزاي نضيف تفاصيل عزل الحرارة للحوائط في برنامج الرفد المعماري. أول خطوة هنعملها هننزل في الأسفل كده، هنلاقي في خيار اسمه ديتيل، هنخليه هنا فايل، وهنا هنخليه شيدد بهذا الشكل. بعد كده هنروح للأرتيتشر ونبتدي نرسم وول، أي وول وليكن جيرك 20 مللي، ونبتدي نرسم الحائط بهذا الشكل. وهنروح في الاعلى هنلاقي في امر السكشن، هنختاره هنبتدي نرسم سكشن بهذه الطريقه، وهنضغط دبل كليك على السكشن ده عشان نبقى في وضع القطاع، وهنبتدي ننزل الحائط لحد ليفل 2 بهذا الشكل. بعد كده هنختار الحائط ونخش على الايديت تايب، هنلاقي في حاجه اسمها ستراكشر، هنختار الايديت، هنلاقي ان الحائط بتاعنا مكون من طبقه واحده وهي حائط بسمك 20 مللي. هنخلي الماتيريال بتاعته بريك، نختارها نقول له اوكي. هنيجي بعد كده نقول له انسيرت طبقه ثانيه ونخليها اعلى، نقول له انسيرت ونخليها نختارها ونخليها برده في الاعلى. ممتاز ممتاز. هنيجي على الطبقه رقم 2 ونخليها هواء، هنختار في الاعلى كده حاجه اسمها اير، نقول له اوكي. وهنيجي بدل ما هي ستراكشر هنخليها ثيرمال اير لير بهذا الشكل. والطبقة الأخيرة هنخش على الماتيريال بتاعتها ونقول له خليها لنا بريك، نكتب هنا بي ار، بي ار هيظهر لنا الطوب نختاره نقول له اوكي، ونخلي الاستراكشر بتاعها بدل ما استراكشر نخليها وليكن فينش بهذا الشكل. ونيجي عند طبقة العزل دي ونخليها 10 سنتي، هنقول له وليكن بوينت واحد. وهنيجي عند طبقة الطوب الأخيرة نقول له بوينت واحد 10 سنتي، أيا كان السمك اللي أنت عايزه يعني، قول له أوكي أبلاي أوكي. لما نيجي نخلي القطاع دي فاين بهذا الشكل هنلاقي إن عبارة الحائط عبارة عن طوب ومسافة فاضية اللي هيتحط فيها العزل وطوب تاني. طيب عايزين نضيف بقى تفصيلة عزل الحرارة، هنعملها إزاي؟ أول خطوة هنعملها هنروح لأنوتيت، هنروح لأنوتيت، هنلاقي في خيار اسمه انسيليشن، انسيليشن اضغط عليه بهذا الشكل. هيتفتح لك خيارات، هيتفتح لك خيارات. هنقول له أول حاجة من هنا كده خليها لنا نير سايد، نير سايد. وهنيجي على الشمال، على الشمال. أنت فاكر طبعًا إن إحنا خلينا المسافة 10 سنتي، هنلاقي في حاجة اسمها انستليشن وينز ويتس، يعني عرض العزل ده كام؟ هي هنا 8 سنتي، لا هنقول له خليها لنا 10 سنتي. بوينت واحد، قول له ابلاي، ونبدا نقرب من الحائط بتاعنا ونضغط كليك ونسحب، ندوس له ماستر عشان يعكس الشكل، او نيجي من الجهه الاخرى نضغط كليك ونسحب، هنلاقي ان العزل بتاعنا اترسم بمنتهى البساطه بهذا الشكل، بهذا الشكل. يبقى انا قدرت ما بين الحائط الاول والحائط الثاني احط طبقه عزل وكمان اديها التهشير المتعارف عليه بالنسبة لعزل الحرارة بمنتهى البساطة في برنامج الريفت. ممكن لو انت اخترت العزل ده تصغره براحتك، ممكن تزوده زي ما انت عايز، مفيش أي مشكلة. وكمان تقدر من هنا انك تغير في الويدز بتاعه، بدل ما هو 10 سنتي تخليه وليكن 20 سنتي بهذا الشكل، مفيش مشكلة خالص. لكن احنا ظابطين المسافة 10 سنتي فهنلتزم بهذه المسافة، نقول له بوينت واحد أبلاي بهذا الشكل، ونبدا ننزلها برضو عشان تبقى متساويه تماما مع الحائط بتاعنا. تقدر كمان تعمل الكلام ده على مستوى المسقط الافقي، يعني لو رحنا لليفل 1 هنلاقي ان الحائط بتاعنا بهذا الشكل، تقدر تقول له انوتيت انسليشن عزل الحراره، ونهلها السمك 10 سم زي ما هو، وابدا ارسم العزل بتاعي. طبعا من هنا هخلي الخيار نير سايت، وابتدي اضغط كليك من اي جهه وابتدي اسحب وارسم العزل بتاعي بمنتهى البساطه زي ما هو واضح قدام حضرتك. يبقى في الفيديو ده اتعلمنا ازاي نضيف تفصيله عزل الحراره للحوائط في برنامج الريفت. لو انت عايز تعمل حائط عباره عن مباني بينهم عزل حراره، الفيديو ده عرفك ازاي تعمل عزل الحراره. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون مفيد لحضرتك، يا رب يكون قدم الإضافة لحضرتك. ما تنساش الإعجاب، ما تنساش مشاركة الفيديو لأصدقائك لتعم الفائدة. أشكركم، نلتقي بفيديو آخر بإذن الله تعالى.